أعتقد أنه سيكون ممتع جداً. دعونا نفتح حالاً. فيتا أنت تبدأي. أوه لا، يا لها من بداية رهيبة. أود أن أقول أنها شائكة. هل يجب أن أكل هذا الصبار؟ إنه مخيف جداً. سأؤذي نفسي بالتأكيد. حسناً، دعونا نأمل الأفضل. أوكي. إيو، كم هذا مؤلم. ربما يكفي. بالطبع لا، كلي بسرعة. يبدو أن لدي فكرة. لماذا أؤذي نفسي بينما يمكنني قطع كل الأبر؟ لدي كماشة مثالية. تادام، الآن لا يجب أن أعاني من كل قضمة. آمل أن يكون الصبار لذيذ على الأقل. حسناً، كيف؟ أكلته بسرعة كما لو أنه لذيذ. لا، لا شيء من هذا القبيل، إنه مقرف. مقزز. حان دوري الآن للفتح. لا، السيدات أولاً. على وعلى ذلك لدي آيس كريم لذيذ. أحتاج إلى أكله بسرعة. فيتا، أين أخذت الآيس كريم خاصتي؟ أعيديه. لا، كما ترين الكرات المستديرة يعني أنها لي. أعرف كيف أصلح الوضع. بعد هذا الدفء ستتحول الكرات إلى سائل، وبسبب الشكل المثلث للقرن ستكون المادة ملكي. كم هو لذيذ. سأكون آسفة جدا لو أعطيتك الآيس كريم. رائع جدا. شهي. أليكس، يمكنك الآن فتح الغطاء الخاص بك. أوكي. واو، يا له من جمال. هذه شطيرة شهية، تجعلني أرغب في التهامها في أسرع وقت. من الجيد معرفة أنني لست مضطر إلى المشاركة مع أي شخص. كل شيء لي. تقول كل شيء لك. لدي خطة. أنا أيضا جائعة. أليكس، فيتا تنادي. الآن ستساعدني سكين في تحويل الشطيرة المربعة إلى مثلثين. سامحني يا أليكس، لكن كان علي فعل ذلك. كما تعلم أنا جائعة أيضاً. أوه حسناً، دعونا نرى كم ستحب الشطيرة مع الفلفل المثلث. أعتقد أنه سيكون مرح جداً. كمان. لذيذ. إنه لأمر مؤسف يا أليكس أنك لست أنت من تأكل السندويشات. أوه لا، ليس من المؤسف على الإطلاق. من الواضح أن هناك شيء خاطئ. من أين أتى الفلفل؟ ساعدوني. لدي شيء للمساعدة في إخماد نيرانك. هيا اشربي. من فضلك أعطني هذا السائل بسرعة. ماذا شربت للتو؟ يا له من عرض. دعونا نرى ماذا لدينا في هذه الجولة. فيتا عندها شيبس، لكن ماذا عني؟ آمل أن أكون محظوظاً أيضاً. لا، لست كلباً لآكل طعام الكلاب. لا أريد فعل ذلك. أنت لست مضطر لذلك لأنني سأكل أولاً. أريد أن أتناول هذا البطيخ بسرعة. كم هو الشهي؟ فقط مناسب ليوم صيفي حار. أنا أعلم كيف أحضر لنفسي بعض البطيخ بملعقة خاصة. كيسي، أمسكي هذه الملعقة. ستجعل الأكل ألذ. شكراً لك. هذا حقاً مريح. الآن فقط هذا البطيخ لي لأنك قطعتيه إلى قطع مستديرة. انظري عن كثب في المرة القادمة. أعتقد أن قصة البطيخ ستعلمك الكثير. نعم، سأريك الآن. خذي هذا. بدون فائدة، يمكنك رمي بقدر ما تريدي. في غضون ذلك سوف أتناول البطيخ. بسببك لم يتبقى لي شيء من هذا البطيخ. على الرغم، بعض بقايا الطعام سوف أكلها دون مساعدة أحد. انتهيت. فيتا، حان دورك. أعتقد أن الشيبس سيكون لذيذاً جداً، خاصة البرينجلز. أنا فقط أحبهم. أنا أيضاً أحتاج إلى حرمان فيتا من الشيبس. من الجيد أنني أحتاج إلى فقط هذه العبوة لهذا الغرض. غريب، لماذا هي فارغة؟ أين كل الشيبس؟ من تجرأ على تفتيتهم هكذا؟ الشيبس لذيذ بأي شكل، لكن علي أن أكل طعام الكلاب. هذا مقرف.
حتى أن رائحته كريهة جدا. يبدو أنني سأمت منه، ربما لن أكله. ماذا سوف تأكله؟ فقط انظروا كم هو قبيح. على الأقل سأحتاج إلى التجريب. مقرف رهيب، مقزز. يجب أن تأكل طعام الكلاب بأطباق خاصة. قل شكرا لأنني أحضرت واحدا لك. نعم شكرا. الطعام يبدو أسوأ في هذا الوعاء. أنا فقط لا أستطيع أكله بالملعقة. سوف أساعدك. الشيء الرئيسي هو عدم التحرك. سأطعمك على أي حال. خذ هذا، هل تحبه؟ مقرف، لم أجرب أي شيء أسوأ في حياتي. أتعتقدون أن هذا مضحك؟ الآن سوف أريكم ما هو المضحك حقا. كيف تجرؤ؟ ستصبح رائحتنا مثل الكلاب. يا فتيات، من برأيكم سيكون محظوظ هذه المرة؟ الآن سوف نكتشف. بالتأكيد ليس أنا، لكنني محظوظ. أنا أحب السوشي. أنا أيضاً لدي شوكولاتة. إلى جانب ذلك إنها لذيذة جداً. من الصعب جداً العثور عليها في المتاجر، لذلك هي قيمة. أعلم أن الجميع هنا يسيل لعابه بالفعل، لكنني لن أشارك. إنه فاتح للشهية للغاية وأيضاً لذيذ. أريد أن أتناول كل الشرائح المثلثة بسرعة. إنه لأمر رائع. علي أن أظهر للشوكولاتة بعض حيل الكاراتيه. انتهيت. الآن الجميع يعلم أن كيسي يمكنها الرد. الآن سأريكم خدعة. امساك الشوكولاتة بفمي. لكن هذا ليس كل شيء. الجميع يستطيع التقاط شريحة واحدة، لكن عدة شرائح أكثر صعوبة. ولم أتمكن من التقاط أي واحدة. يا له من عار. هيا، الشيء الرئيسي هو أنه يمكنني البدء في السوشي. أولاً خذ عيدان تناول الطعام. أوه لا، لم أتمكن أبداً من تناول طعامهم. علي أن أتعلم وإلا لن أكل شيء. لكن من يمنعني من استخدام العيدان بشكل مختلف؟ على سبيل المثال أضع السوشي عليها وأتناوله بهذه الطريقة. إنه رائع ومريح والأيدي نظيفة. ماذا عن المشاركة مع أصدقائك؟ لا، على وعلى ذلك لماذا تحتاج السوشي؟ الليمون العصيري جدا في انتظارك. أستطيع أن أتخيل كم هو حامض. مقرف، أبعدوه. لم أكن أعلم أن الليمون يعود مثل القرص الطائر. ابتعد. يبدو أنه مصيرك. أوكي. قواعد التحدي الغبية. بالضبط، اكتشفت للتو كيف سأجعل الليمون أقل قرفا. أحتاج إلى تقشير القشرة. أوبس. أليكس، أنا آسفة. على الرغم أن تسريحة شعرك الجديدة تتناسب مع قميصك الأصفر. حسنا، سأتوقف عن العبث، إنه وقت الأكل. أعتقد أن الليمون جعلني أتقلص قليلا. أحتاج إلى دش منعش. الآن أفضل بكثير. ليس البصل، لا أريد، رائحته كريهة. يا لها من شريحة بيتزا ضخمة رائعة. ولدي بودرة فوارة شهية، أنا أعشقها. آمل ألا تمانعوا إذا أكلت البصل السيء أولاً. أنا حقاً أريد أن أنتهي منه، ولا أريد تركه لوقت لاحق. حسناً، هل هو لذيذ؟ توقفوا عن الاستهزاء به، هذا صعب للغاية. لو تعرفون كم هو مقرف. لو أخذتم قضمة ستتقيأوا. أريد إخراج شيئاً ما. أوه، الرائحة كريهة. أعتقد أننا نفهم شعورك الآن. المعذرة. حسناً، رصدت نقا نق دائرية على بيتزا كيسي. هذا يعني أنهم لي. كم هذا جميل أن تعرفوا فجأة أنكم تنتظرون لذاذة. وإذا قمت بقص قطعة صغيرة يمكنني جعلها مربعة. هذا يعني أنني سأكون قادر على تجديد طاقتي. الشيء الرئيسي هو عدم جعل يدي متسخة، لأن لدي بودرة فوارة بعد ذلك. كيف تجرؤ؟ ألا تخجلوا؟ هذه البيتزا خاصتي. القطعة مربعة يعني أنها ملكي. حسناً، لم يتبقى لي شيء تقريباً. من الجيد أنهم لم يأخذوا كل شيء. علي الاستمتاع بهذه القطعة.
وأنا لدي مجموعة كاملة من البوب. أوكي. أنا مهتم جدا بتناوله. يبدو واعدا جدا. واو، في الواقع رائع. لكن لا تتأملوا، سوف أكله بنفسي. كم هو لذيذ، أنا أريد أكثر. أليكس البخيل سوف يحصل على البودرة على رأسه. هذا أفضل، لتعرف كيف تتعامل مع أصدقائك. أنا جائعة لكنني حصلت على بيتزا واحدة فقط. أنا آسفة جدا لك، لكن هذا رائع، لدي الكثير من البيتزا. الكثير؟ لم ترب وجهي بعد. انظري، يوجد الكثير من البيتزا لدرجة أنها تصل إلى السماء. ديانا ستبدأ لأنها الأقل حظا. هذا يكفي، هذا ليس مضحكا على الإطلاق. أعلم بدونك أنني سوف أكل وأنا سعيدة جدا، على الرغم من أنني لا أملك سوى بيتزا واحدة، إلا أنها لذيذة ودافئة للغاية. انظروا إلى الجبن وهو يمتد، جميل. هاي، أكثر دقة، انظري أين ترمين القمامة. ما هو الفارق؟ الشيء الرئيسي هو أن مذاقها جيد بالنسبة لي. توقفي، هذا يكفي، لقد تعبت منك بالفعل. سأرمي القشور عليك، خذي هذا. أنت مضحكة للغاية، لا أحد يلمسني. بالمناسبة حان الوقت لأكل بيتزا. أوه نعم، ديانا كانت على حق، البيتزا رائعة. فكرة، أعرف كيف أتناولها بشكل مريح بحيث لا تتسخ يدي. يمكنني لفها كاللفة. الآن إنها لذيذة ومريحة. جميلة لذيذة. انظروا، الآن سأريكم كيف يمكنني أكل البيتزا بسرعة. واو، كيف هذا؟ إنه مذهل جدا. لم أعتقد أبدا أن هذا القدر من البيتزا يمكن أن يلائم فم شخص ما. بالطبع، طريقة سريعة. أوبس، يبدو أن الأمور لم تسر وفق الخطة. ماذا نفعل الآن؟ هيا، ما الذي يقلقك؟ الآن أصبحت كل البيتزا لنا، يمكننا الاستمتاع بها. أين البيتزا الخاصة بي؟ ألا تخجلوا؟ لقد سرقتهم بكل وقاحة. لصوص، لا تصرخي علينا، كنا جائعين. لقد حان الوقت لتناول البيتزا، كنت أنتظر لفترة طويلة. لكن البرج ليس بسيطا، ولكنه لذيذ جدا. بقي السجن. حبة تيك تاك واحدة. لدي صندوق كامل. انظروا ماذا لدى ديانا. نعم، انظروا إلى كل ما لدي. إنه ليس مجرد صندوق، إنه علبة عملاقة من تيك تاك، رائعة جدا. لكن ليلي تأكل أولا. أنا أعرف. الحلوى الخاصة بي بنكهة الكوكاكولا، أنا حقا أحبها. لذيذ جدا لكنها قليلة. ماري، حان دورك الآن. هاي، أنا مستعدة دائما لأكل شيئا لذيذا. ما هذا؟ لماذا لا أحصل على الحلويات؟ هيا بسرعة إلى فمي. ماري فقدت كل حلوياتها. لا مشكلة، قد تكون مبعثرة عبر المائدة، لكن لا يزال من الممكن أكلها أو امتصاصها من خلال القشة. شبعت. ديانا، بقيت أنت. أخيرا حان دوري لأكل كل هذه اللذاذة. تبدو لذيذة. نعم لذيذة، شاركي معنا. شارك؟ لا، إنها لذيذة لدرجة أنني سأكلها بنفسي بكل سرور. اللعنة، بين
بالضبط لدي فكرة عن كيفية سرقة الحلوى. إذا وصلت من هذا الجانب فهي بالتأكيد لن تلاحظ. ماري ضع يدك هنا سوف نأكل التيك تاك. مهلا، من أين لك هذا؟ هذه حلوتي. استعدوا لبعض النيران من بندقيتي. خذي هذا. هذا يكفي، قفي، نتوسل إليك، يكفي. ستعرفون كيف تسرقون حلوتي. إنها تقصفنا بالحلوى. هذه رصاصة لذيذة، يمكننا التقاطها بفمنا وتناولها. هذه فقط فكرة رائعة. خذوا هذا. أعتقد أنني نفدت من الخراطيش تماما وليس لدي ما أكله، لكننا ممتلئون. من يحتاج إلى الكثير من الثوم؟ أوافقك، لا أعرف أبدا. لن يحالفكم الحظ يا فتيات، أنا لدي قطعة واحدة. أنت أول من سيأكل. وماذا في ذلك؟ سأتعامل معها بسرعة، سأقشرها وإلا فلن يكون من الممتع تناولها. طريقة رائعة للتقشير. ما رأيكم؟ الآن بقي من الرائع أكلها. لا، لا أريد أكل هذه الأشياء. يجب أن تكوني قد رأيت وجهك المتجعد. هل تعرفين ما الذي يمكن أن يساعدك؟ عصارة الثوم. بمساعدتها لن يبدو تناول الثوم مزعجا. هيا ليلي افتحي فمك، سأساعدك وأعصر الثوم هناك. لا شكرا، سأفعل ذلك بنفسي. افتحي فمك جيدا، سأساعدك. ما رأيك، هل هو لذيذ؟ هل أعجبك الثوم؟ لا إنه فظيع، لم يسبق لي تذوق أي شيء أسوأ في حياتي. أنا آسفة. يا لها من رائحة كريهة. ليلي حتى لا تكون رائحة فمك مثل المجاري، خذي علكة. شكرا، أنا بالتأكيد لن أمانع بالعلكة. لقد ساعدت. الآن لا يبدو أنني أكلت الثوم. أنت محظوظة، لقد أكلت الثوم بالفعل، لابد لي من ذلك الآن. على الرغم، لماذا؟ إنه جميل جدا، سيكون أكثر روعة إذا وضعته حول رقبتي وارتديته كزينة. لاحقا، حسب القواعد عليك أن تأكليه. شهية طيبة. كنت أتمنى أن تنجح فكرة العقد، وأنت غاضبة جدا ديانا، لكن لدي فكرة أفضل. لتقشير الثوم سريعا وبشكل دقيق، يجب أن أضعه في كوب وأرجه جيدا. ثم سأتخلص من كل القشور، ويمكن أن تؤكل الرؤوس بأمان. كمان! أجل ليلي، أوافقك، الثوم غير سهل للغاية. أشعر وكأنني أكلت سلة مهملات. وتنبعث منك رائحة كريهة في كل الغرفة الآن، لكن لا بأس، أعرف كيف أتعامل مع هذا بسرعة. سوف يساعدنا معطر الجو. لن يفيد شيء حتى تختفي الرائحة من فمك. اللعنة، والآن ماذا يمكنني أن أفعل؟ إذا كانت هذه رائحة أنفاسك فأنت بحاجة إلى رشها بالمعطر. أها، خذي هذا. يبدو أن العلبة انتهت. حسناً، اختفت الرائحة. بالضبط، لا رائحة، على الرغم من أن طعمه سيء جدا. ديانا، حان دورك الآن لتناول الثوم. يا فتيات، أتوسل إليكم، لا يمكنني أكل هذه المجموعة الكاملة. ممنوع، هيا كلي، نحن نؤمن بك. أتمنى ألا أمرض. مع ذلك أنا فتاة قوية، يمكنني تحمل بضع فصوصا من الثوم. واو، إنها تأكله بشكل كامل مع القشور. بقي القليل، لابد لي من التعامل معه. أكثر دقة، أنت ترمي علينا. لا أهتم، كل ما يهمني أن رائحة فمي مثل سلة المهملات. أيوه، الرائحة كريهة، لكنني أعرف ماذا سيساعدنا. إذا حجبنا مصدر هذه الرائحة الكريهة سنتخلص منها من الغرفة. ليس لدي شيء لأتنفس، ساعدوني، أنقذوني.
أتمنى أن تكون على قيد الحياة. هاي بالطبع على قيد الحياة، لقد أغمي عليها للتو من الرائحة الكريهة. كل شيء على ما يرام معي، أنا حية، أنا جيدة. أوه، الكثير من عيون مربى البرتقال. لديك الكثير منهم وأنا حصلت على عين واحدة. هذا ليس مضحكا على الإطلاق، ربما العين الواحدة لا تزال لذيذة للغاية. يبدو أن ميلا منزعجة، أعتقد أن مسحتي سوف تسليها. آمل ألا تبدو قاسية جدا عليها، لكن يبدو لي أن هذا مضحك بشكل لا يصدق. ميلا انظري إلى ماذا فعلت. أوه كم هذا مؤلم. ماذا؟ عيني سقطت. رهيب، خذوها بعيدا عني. ماذا فعلت؟ أنا أختنق. ميلا بسببك عانت جولي ولا تستطيع التنفس. بسبب مسحتك الغبية. يا لها من لذاذة. من أين أتت هذه العين مقرف؟ وبعد هذه المسحة المجنونة، أكل العين اللذيذة هي بالضبط ما أحتاج. أوافقك فعلا. أريد أيضا أكل اللذاذة في أقرب وقت ممكن. انظروا، يا لها من عيون ضخمة لدي. أليكس، إلى ماذا تنظر؟ أنا سوف أكل عيونك. لا، أنا شخصياً أستطيع التعامل مع حفنة من الأشياء الجيدة. ربما ستشارك معي. ومعي أيضاً، نحن أصدقاء. أليكس، تذكر، لقد أعطيتك قطعة من التويكس. يا فتيات، لا تحاولوا حتى. على أي حال، لن أعطي أي شيء لأي منكم. ماذا يحدث؟ أنا أرى بشكل واضح. أليكس ذي العيون. لماذا جميع لديهم الكثير من التويكس وأنا لدي قطعة واحدة؟ آمل أن تكون لذيذة على الأقل. أنا لست سلة قمامة لك. هل انزعجت فعلا؟ أنت تتصرف مثل فتاة صغيرة. أعرف الآن كيف سأقسم الشوكولاتة. المنشار بالتأكيد سيفيدني. آمل ألا تنزعج يا أليكس. أيها التويكس، خذ هذا. لكن لا تؤذينا. أنا لست بحاجة إليكم، هذا المنشار مخصص للشوكولاتة. يا لها من لذاذة، ألذ تويكس في حياتي. الآن جاء دوري لأكل الشوكولاتة. أعرف كيف أتخلص من أغلفة الحلوى، طريقة سحرية واحدة ستفعل كل شيء. الآن يمكنني البدء في الطعام. شهي، لكن من الواضح أن هناك شيء ما مفقود. هل تعرف ما هو الشيء المثالي مع الشوكولاتة؟ الحليب. هاي، لماذا كل شيء يطير في وجهي؟ لا أستطيع أن أتخيل مدى لذاذة هذا المزيج. حليب مع الشوكولاتة. تويكس، جنة الشوكولاتة الحقيقية. لا أريد أن تنتهي الشوكولاتة. شهي ولذيذ. إلى ماذا تنظر؟ أليكس، يمكنك البدء في الأكل. أوكي. حسناً، سأزيل الأغلفة أولاً. لقد توصلت للتو إلى فكرة ممتازة. الشوكولاتة هي بطبيعة الحال لذيذة ولكن مملة. الآن وع بناء برج ضخم منها والنوتيلا مثالية. لنبدأ. واو أليكس، لم نكن نعلم أنه يمكنك بناء الأبراج. بالتأكيد أنا قادر على ذلك. آمل أن يحطم برجي بعض الأرقام القياسية. هذا لذيذ، من الأفضل أن نأكله.
ماذا تفعلون؟ لماذا يهتز البرج؟ سوف تدمره. أليكس سامحنا، الشوكولاتة فقط لذيذة جدا. كل شيء على ما يرام، أنقذتني الخوذة، لكن للأسف البرج تحطم. واو، جبل كامل من الشيبس. وهم كلهم لي. نعم، لديكم الكثير من الشيبس، وأنا حصلت على واحدة صغيرة. لا أستطيع حتى النظر إليها بشكل طبيعي. لا يمكن القيام بذلك إلا مع عدسة مكبرة. العينة تبدو شهية للغاية. أعتقد أنني صادفت النسخة اللذيذة للغاية. أحتاج إلى التحقق من هذه التجربة. لذيذة ولكن قليلة جدا. أليكس حان دورك. أخيرا، أنا جائع للغاية. من يغلق هذا الشيبس هكذا؟ لا أحد يستطيع فتحه. لا يمكن الاستغناء عن مساعدة إضافية. الآن هذا شيء آخر. سأعرض لكم مهاراتي وستكتشف كيفية تناول الشيبس. هوب، مباشرة إلى الهدف. شهي. أوبس. نعم، مباشرة إلى الهدف. أخيرا حان دوري لأكل هذه اللذاذة. شهي فعلا. أوتش. هذا يكفي، رأسي يؤلمني. آسفة لكن لا يمكنني فعل أي شيء. الشيبس لذيذ جدا. الخوذة تنقذني. بالكاد أشعر بالضربات، لكنني أعرف كيف يمكننا تلقينها درسا. سوف نسقط هذه القلعة مع هذه الآلية. اللعنة، كان لذيذ لكنه قاس جدا. فقط ليس البروكولي. يا لها من بذرة غريبة حصلت عليها. سأتذوقها. طعمها فقط مقزز، لكن عرفت ماذا سأفعل بها. إذا زرعت الحبة واعتنيت بها ستتحول بالتأكيد إلى شيء لذيذ جدا. أنت تزرعي ونحن نعاني. توقفوا عن النحيب. كم يجب علي الانتظار حتى تنمو؟ ماذا تنتظر؟ لديك بالتأكيد الوقت للتعامل مع البروكولي الخاص بك. حسناً، هذا مقرف جداً وكأن قطة في فمي. كرهت الرائحة بشكل رهيب. أحتاج إلى شرب شيء ما. عرفت، أنا بحاجة إلى سقي هذه البذور. أليكس، أنت فقط في الوقت المناسب. يا شباب، شيء ما يحدث. إنه يهتز. أتمنى أن لا يكون خطيراً. جولي زرعت البروكولي لها. نعم، المحصول أيضاً بروكولي، عليك أن تأكليه. ليس سهل للغاية، لكن ينبغي علي التجريب. حسناً، كيف؟ هل هو لذيذ؟ لا، مقزز جداً. وتوقف عن الضحك. ميلا، حان دورك الآن. لا أريد أن أكل مجموعة كاملة من البروكولي. ربما سأعمل على التخلص منه. انظروا، هناك ميكي ماوس. أين؟ كم أنت ساذجة. الآن لدي وقت للتخلص من كل البروكولي. حسناً، عرفت ماذا تحاول فعله. هل تعتقدي أنك ذكية؟ سألتقط كل البروكولي الخاص بك. تفضلي. لا، اعتقدت اننا اصدقاء حقا. الاصدقاء لا يخدعون بعضهم البعض. شهية ممتعة.